مشاهدينا الاعزاء، نحن الان في اطار واحد المبادره كتقوم بها جمعيه رياضه وصداقه. معنا الاستاذ سعيد بن منصور، رئيس الجمعيه، ضيف على مراكش الرياضيه. استاذ سعيد، مرحبا بك معنا. احنا اليوم كنشوفوا هذا التنظيم المحكم لهذا اليوم اللي هو يوم وطني، واللي قمتوا فيه بهذه المباراه التكريميه، سواء الدراري الصغار اللي كنشوفوا المقابلات ديالهم، ولا المباراه اللي غادي تكون لو ماتش غالا اللي غيكون بعد. تحدثنا سي سعيد على هذه المبادره والاجواء فاش جات من البدايه. هذه مبادرة فرضت نفسها باعتبار أنه الحدث حدث مهم بزاف، ماشي غير الرياضيين اللي خصهم بطبيعة الحال أنه يعطيه القيمة دياله، بل كل شرائح ديال المجتمع المغربي. فاحنا كرياضيين قررنا باش نجيو لمراكش، علما بانه بالمناسبه ديال عيد المسيره، انه هذا الدوري نضمناه في عدد المدن المغربيه بهذه المناسبه، يعني جولنا في كل المغرب. فبالنسبه لمراكش نزول عند دعوه كريمه من جمعيه الرياضه والصداقه فرع مراكش، لانه جمعيه الرياضه والصداقه عندها فروع كثيره، فجينا لهذا المركب الجميل، مركب كيك اوف، وهو مشكور على انه اعطانا المناسبه باش نقيموا هذا الحفل يعني في ظروف حسنه وجيده. فجينا اذا اربعه الفروق، جوج من مراكش وحده من الدار البيضاء والاخرى من المحمديه، فريق ديال الكره الذهبيه السي الحاج احمد فراس. ف اذا ولعبنا بواحد الشعار، الشعار هو من اجلك يا الصحراء، يعني درنا على الصدر بطبيعه الحال لانه الصحراء هي القلب. فالمباراه او النصف النهائي، اللي المباريات اثنين ديال النصف النهائي كانت تصبح وكانت شيقه، يعني فيها اهداف، فيها تمتعنا احنا قدماء الدوليين اللي حاضرين هنا والمسيرين، الا وشافوا يعني واحد البراعم الشيء اللي تيوعد يعني بواحد المستقبل زاهر بالنسبه ان شاء الله لكرة القدم الوطنيه. فواجب انه يعني نحتفي بهذا اليوم، وعلى غرار ما كاين في كل المدن المغربيه اليوم، الحمد لله كل شيء تيحسب اسم الصحراء المغربيه واسم جلاله الملك. معنا الان سي جوهري احمد شوقي، المنسق العام ما بين جمعيه الرياضه وصداقه الام والفرع مدينه مراكش. سي احمد، تنشوفوا اليوم تنظيم محكم لهذه التظاهره هذه اللي جات في يوم عزيز على المغاربه. تحدثت لنا سي احمد على التنظيم، كيف جاء انكم قررتوا تديروا فوق تاع الفتيان الصباح وكاين ماتش غالا العشيه؟ هضرنا على الجوانب التنظيميه سي احمد. السلام عليكم. اطار البرامج ديالها اللي كتنظم جمعيات الرياضه وصداقه مراكش، برامج السنويه ديالها، ارتئينا هذا العام من الجمعيه الام، باقتراح من الجمعيه الام تنظموا هذا الدوري اللي هو لاول خطره كتنظم في مراكش. وعاده كتنظموا جمعيه اطلس اشبال الاطلس اللي هي المدير ديالها هو احمد فارس، وداروها في واحد العدد ديال المدن، واقترحنا السي سعيد بن منصور انه تكون هذه ليديسيون هنا في مراكش، نظرا للتجربه اللي عندنا ديال نقول الاحداث ولا الامورات اللي فيها التنظيم اللي فايتين دايرين ديال واحد العدد ديال المناسبات. واقترح علينا باش نضموا هنا في مراكش هذا الدوري، مناسبه ذكرى 42 للمسيره الخضراء، تضم اربعه الفرق، يو 15 اللي مزيودين من 2003 2004 اللي مشاركين فيه جمعيه اطلس ديال المحمديه، مؤسسات العلالي من الدار البيضاء، الكوكب المراكشي، وكيكوف. كيفاش منظم هذا الدوري؟ اطار نصف نهائي ونهائي. من بعد المقابله ديال النهائيه غادي يكون غتكون مقابله ما بين قدماء لاعبين دوليين من خارج مراكش، لانه كاين اللي من مراكش، اللي من الدار البيضاء، كاين اللي من الرباط، كاين اللي من المحمديه، كاين من بزاف، كاين من فاس، كاين من القنيطره البويحياوي، كاين واحد العدد ديال وقدماء لاعبين ديال مراكش. باش انا كان عندي شخصيا هاد الامورات، الاخوه اللي تعرفوا كان عندي كنهتم بهذا الشيء ديال الفئات الصغرى، لما كنت كاتب عام في الكوكب المراكشي، لما كنا كنظموا دوريات باش كنلقاو الصغار والفتيان والشبان الكثير ديال مراكش، ما كاينش واحد عدد الفرق اللي عندهم هذيك الفئات،
كنا الكوكب مراكشي تلقاو ليها مقابلات تيلعبوهم محليا وتنظموا ديما دوريات بحال هكا. عجبتني الفكره ودخلنا. انتم كتشوفوا كيفاش الامور غادي. كنتمنوا انه المقابلات ديالها الترتيب خدامه، المقابله النهائيه والمقابله ديال زاكس انترناسيون دوزف نقولوا جو رياضي على ما تيبان، ما غادي يكون غير في جو رياضي ان شاء الله. وشكرا لكم.